اللي ميت فيه جمال انسان قلبي خالق تربي احسن تربيه. الوقت اللي دخل عندنا في 2014 جمال ابدا بنت في الكره تاع المدرسي وتاع الكوديشن يدخل توجور مع لي دو برومي مع لي تروا برومي ما كانش وما كناش اختصاص تاعنا باين وين نديروه. من بعد بدينا شغل نتخصصوا اختصاص الاول تاع في المدرسي اختصاص الاول ديال 1500 بلاصه فيها ثروازيام بلاص. من بعد بدات ما عندناش مضمار كيما نديروا اختصاص تاعو ما بناش كاع وبدا يخدم معنا وقلنا له خدم بيك عندك عندك مستقبل هام وكلش كي بدا يخدم معنا وقلنا عندك مستقبل كرب ربي تكون بطل بطل الجزائر باذن الله. من 2014 حتى 2019 في وقت الكوفيد في وقت الكوفيد تنقل الى كاتيير مده سنه اجرا رحنا لدينا شومبا دارجين في بجايه دار شومبا دارجين في 400 متر ثم بان اختصاص تاعه بين 800 و 400 بان اختصاص تاعه. اللي ميت فيه جمال انسان قليل خالق تربي احسن تربيه انسان بسيط ماهوش كيما ديزاتلات ما نقول ديزاتلات كاع قليلين يعني اونتر ناسيونال ممكن لي نقولوا اثلت تاع راني انترناسيونال يجي كي راه يجي هنايا يدرب مع الفريق عادي معنا ميم راه يجي كيجي في ليكيب عادي والحمد لله ربي حنا مش فعلي حتى خير توجو اللي هو البساطه تاعه خلاته باه توصل. في التدريب تاعو باقي هنا خارج هو كل واحد خارج الوطن ولا في الوطن ولا في المدينه تاعو في بالسو عادي تدريبو تاعو عادي ما عندهاش اللي جاي كيجي كونجي في الدار تاعهم ما عندهاش يجي كونجي يقول يقعد في الدار كيجي يجي تبيه مع الفريق. الحمد لله يا ربي احنا جمال كاي شرفنا راه في مده في ثلاث سنوات الرايه الجزائريه يرجع هما ذاك يبدا يروح احنا نتمناو كنا البارح العقد تاع البارح يجرى بكل سهوله. جاتي كي كان يجي اونطريني معنا كان اونطريني معنا كان شغل تحس شغل اتليت كيما انت كيما هو شغل متواضع ناس ملاح متربي الحمد لله يا ربي والله يزيده كان يقوم بليكيب يجي عندنا يدور علينا وين ما يجي عندنا الستاد يجي عندنا تحت الباركور يسقسي لينا يعطينا نصائح في لونطريمون خطرات خدمنا هو خطرات ونتمناو له النجاح.